يتصاعد الصراع بين حلفي الانقلاب في اليمن ويأخذ أشكالا مختلفة، وكلها تشير إلى اتساع الهوة بين الجانبين وعدم قبول كل طرف بالآخر. ففي الأمس داهم مسلحون حوثيون اجتماعا طبيا لوزير الصحة المحسوب على المخلوع صالح في الحكومة الانقلابية في العاصمة اليمنية صنعاء، الأمر الذي أدى إلى إلغاء الاجتماع وتوجه الوزير الانقلابي إلى مبنى الوزارة، فلاحقه المسلحون وأشهروا عليه السلاح، ثم قاموا بتعيين وزير آخر من الجماعة نفسها. صراع يرى المراقبون أن الحوثيين يريدون السيطرة على الجانب المدني ليتحولوا للسيطرة العسكرية النهائية. هناك إقصاء متعمد ضرب لوزير الصحة وطرده وتعيين بدلا من السيطرة على التربية والتعليم بشكل كامل، ولذلك الحوثيين يكملون السيطرة في الجانب المدني ثم سيعودون مرة أخرى للسيطرة على الجانب العسكري، أي أن علي عبد الله صالح في الرمق الأخير أعتقد أنه سيكون في أقرب فرصة، أما كبش فداء أو معدوم سواء كان بالمسقلة أو سواء كان في المسدس سيقتل علي عبد الله صالح على يد الحوثيين. لم يكتفي الحوثيون بذلك، بل أصدروا حزمة قرارات استبدلوا فيها مدراء مكاتب التربية بالمديريات في محافظتي صنعاء وذمار الموالون للمخلوع صالح بآخرين موالين لهم. المخلوع صالح استشعر الخطر بعد قيام الميليشيات بالإجراءات تلك وبحملة الاعتقالات التي طالت أبرز ناشطيه، وقام بسحب قوات من الحرس الجمهوري من عدد من الجبهات ونشرها في التلال والمرتفعات المحيطة بالعاصمة صنعاء. تحركات من الطرفين تشير إلى أن كل منهما يعد العدة للقضاء على الآخر. خلافات تتوسع يوما بعد آخر بين حلفي الانقلاب في اليمن، وكل طرف يريد السيطرة على المشهد والقضاء على الطرف الآخر، فمن منهما سيوجه الضربة القاضية أولا؟ محمد الحذيفي، الإخبارية، تعز.